قلت لكم انتوما لو كان جيتوا قياده صح قياده وجيتوا جهاز وجيتوا دوله، قال هذا اللي هرب منا وهدر فينا في الخارج نروحوا نجيبوه نحاسبوه وندخلوه للتريبينا. لو كان جيتوا دوله قائمه ولو كان جيت جهاز صرهود بالقصير، لو كان جيتوا جهاز صح جهاز كور، قال انا نجيبه هذا وندخله للتريبينال ونديره عبره لمن يعتبر. اردت ان نوصل لكم اين هي اخر تطورات. اخر تطورات مزعجه ومزعجه جدا فيما يتعلق باخونا محمد عبد الله. فصدر مرسوم ترحيله الليله، وهذا المفروض في إسبانيا، والمحامية كانت على يقين من أنها لدينا الوقت للاعتراض إلى آخره، لكنها فوجئت هذا المساء برد وزارة الداخلية، وفي النهاية يخلص إلى أن الترحيل قد يكون في أي لحظة. هذا الموقف الإسباني هذا موقف خاطئ، ليس فقط خاطئ، هذا موقف تفوح منه رائحة التواطؤ. هذا موقف تقف فيه الحكومة الإسبانية، المفروض أنها حكومة منتخبة والمفروض أنها تدير دولة قانون أو مسؤولة على إدارة دولة ينتشر فيها القانون، والمفروض أنها تنفذ قوانينها وتحترم قوانينها. إذن هنا واضح أن الحكومة الإسبانية مثلا في وزارة الداخلية تقوم بإجراءات غير قانونية، مخالفة للقانون الإسباني، مخالفة للقوانين الأوروبية، مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية اللي تمنع ترحيل طالبي اللجوء السياسي، خاصة وهناك عدد من المعاهدات، مثلا معاهدة التعذيب في المادة الثالثة إذا كان ذكرتي جيدة تمنع ترحيل أي كان إلى دولة تمارس تعذيب، مش فقط طالب لجوء سياسي، فما بالك أن يكون طالب لجوء سياسي. قلت لكم أنتم لو كان جيتوا قيادة صح قيادة وجيتوا جهاز وجيتوا دولة، قال هذا اللي هرب منا وهدر فينا في الخارج نروحوا نجيبوه نحاسبوه وندخلوه للتريبينال. لو كان جيتوا دولة قائمة ولو كان جيت جهاز صرهود بالقصير، لو كان جيتوا جهاز صح جهاز كور، قال أنا نجيبه هذا وندخله للتريبينال ونديره عبرة لمن يعتبر.